طيب قال له احفظ اسماء الشوارع. طب وايه المشكله يعني؟ يعني قال له ده وزير التنميه، من هو محمود شعراوي بقى عشان تعرف الفساد في مصر مين؟ ده الشقيق الاصغر لمحمد سعيد، محمد السيد عبد الحميد شعراوي، رئيس جهاز امن الدوله في عهد حبيب العدلي. نشوف الانفوجراف ده عن مين هو الاخ اللي نازل يطهر يقاوم الفساد، وزير التنميه المحليه. اسمعوا كده. من هو محمود شعراوي وزير التنميه المحليه؟ الشقيق الاصغر لمحمد سيد عبد الحميد شعراوي رئيس جهاز امن الدوله في عهد حبيب العدلي. هناك الكثير من الغموض حول حياته الشخصيه. من مواليد عام 1959 وولد بمحافظة القاهرة، التحق شعراوي بكلية الشرطة وتخرج منها عام 1980. فور تخرجه التحق بقطاع أمن الدولة سابقاً، الأمن الوطني المصري حالياً. تدرج في المناصب حتى أصبح مسؤولاً لإدارة مكافحة النشاط المتطرف بالقطاع، ثم تدرج حتى أصبح رئيساً للجهاز بعد حله وتغيير اسم الجهاز إلى الأمن الوطني. شعراوي كان من المشهورين جداً بالتعذيب، وكان يلقب بين أوساط المعتقلين في الجهاز بالشيطان أو النجس، وذلك نظراً لقسوته وشدة تعذيبه. كان يتخذ اسماً حركياً في الجهاز وهو محمد لاشين لكي لا تعرف هويته. أشهر التهم الموجهة إليه تعذيب المعتقلين أثناء خدمته في الجهاز. تزايدت حالات الاختفاء القسري بكثرة أثناء فترة إدارته للجهاز. تنسب إليه فكرة الإعدامات الفورية لمعارض النظام. أقيل شعراوي من رئاسة جهاز الأمن الوطني في أكتوبر عام 2017 ونقل لقطاع المنافذ، ثم أقيل من قطاع المنافذ وعين في شهر يونيو 2018 وزيراً للتنمية المحلية.